هو يعني الخبرين النهاردة مترتبين على بعض ويعني نتائج لبعض. البداية كانت بأن بسبب طبعا الأزمة الاقتصادية المصريين بدأوا يرتبوا أولوياتهم في الإنفاق كل شهر، وبدأوا يتخلوا عن بعض البنود اللي مش مهمة ومش أساسية. ولكن لما بنيجي للعيد فالمصريين حريصين جدا إن هم يقوموا بكل طقوس العيد، لأن طبعا إحنا بنستناه من السنة للسنة. أكيد. فالأضحية مهمة جدا جدا بالنسبة للمصريين وأولوية. وبالتالي علشان كيلو اللحمة بقى غالي، يعني وصل في بعض المناطق ل 460 جنيه ومتوقع ان هو يوصل في العيد ل 500 جنيه. فظهر بعض التجار اللي قدموا خدمة تقسيط اللحوم او الأضحية بالتقسيط، وفي كمان منصات يعني انشئت لتقديم الخدمة دي. فده أثار جدل واسع جدا انه هل الموضوع يستحق، يعني انه الشخص يتداين علشان يشتري اللحوم في العيد ولا لا. الخبر الثاني مترتب على نفس الخبر ده، لأنه بعد الجدل اللي حصل صرح الدكتور سعد الدين الهلالي، وهو طبعا مختص بعلم الفقه في جامعة الأزهر، أنه إحنا لازم يكون عندنا ثقافة التضحية بالطيور بدل ما الشخص يستدين ويقسط اللحوم وكده في ظل أزمة اقتصادية. لا، هو ممكن يضحي بالطيور، ووضح أنه ده موجود يعني في الدين، وأنه في رأي فقهي لبلال بن رباح وابن حزم الظاهري بيؤكد ده، وتحدى اي حد يقول انه ده يعني لا يصلح. فردت دار الافتاء، وهي طبعا دار الافتاء وضحت ده اكتر من مره في خلال الاعوام الماضيه، لانه سؤال دايما مكرر انه ده لا يجوز، وانه التضحيه دايما لازم تكون بالانعام فقط. وانه يعني ده هو كمان يمكن رأي ضعيف. يمكن كمان يا ندى هي بتصير يعني حاجز ثقافي امام الناس نفسي، من انه احنا متعودين فعلا على التضحيه بالانعام، مش من السهل يعني قبول بالنسبه لنا احنا المضحيين بالطيور. على كل حال شكرا جزيلا لك يا ندى. تحدثنا عن الموضوعين، لحمه بالتقسيط، وعن تحدثت عن اللحمه بالتقسيط يا وسام مش معنا. طيب. شكرا جزيلا لك يا ندى، وكل عام وانت بالف خير. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.